ايدينا خريه محمد حبيب عبد الله لها تسند فهي احمد سمطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم مدى حديثي. وزيرك وزارة عافيمات كجمهورية الصومالي لان عمر عبد الله بدي ايا اقب عافيمات وحوكو ريتشي مامل كا قبل كتقدر يصدو كلاب السوليين وزارة هرمانية عافيمات كا قبل كاسي تقدر. قدوميها ادى شغالها دولة فرحان ادن هيبي ايا مانت حريقة كتري في سعصب أو لغو كيدن دونا حكت شغالها الدولة دا كوحيه لدقالن كأي حي وزارة دا هرماريتا بيرها عيا قاديها مقالة دا عريقا بويا حرونتا قبل كسناق القاسو عيكا بلابي دونا نحو القلع اي كلاد دقال بيا ان اي حكوها بسدي ديگا نهو سيما دا قبل كسناق أقاسي بياشا وزارة دا بيرها يوحنانا دا حولها أيا كورميري بشاريو حرماري ليد أو لغهير قليي ديگا نوهو سيباد دا قوال كتوغنير عندما دا بوليس كي دلك جمهورية دا ديمقراط ديگا اي كونغو أيا سنطا دادكا كغا إلميسيسا أو أديك سدي ددوينة بودهارا ديسوغوصو بحي عاصمة دا دلكا سي اي بغالة دا كينشاسا أغيا قودة قرابة دا بدوبي أنتانيو غوتيرس ايا وحا ولا حوغر وكبوتي حالد اولادد كا جيرتا دلك ليبيا اساغو كو تلمابا ان حيسد اولادد اي ليبيا اي خطر كو هيسو امنيغا غوبلكا ايو دلالكا وداغا بدا دخه انتا سيدغستيال و وركا مدخديسي هاتنا كو سو دواده وركي اوفيتسن وزيرك وزارة هرمانية عافيمات كالصومالي لان عمر عبد الله بدي ايا اقب عافيمات وحوكو ريتشيي مامولكا قبل كتقدر اي وليبا مسؤولين وزارة هرمانية عافيمات كي قبل كاسي وزيرك وزارة هرمانية عافيمات كايا وحاو غهرين وكور بحيي قلب كانو وكو ريتشيي مسؤولين قبل كتقدر اي كو وزارة عافيمات كي قبل كاسي وحنو شاقي ان او مركاسي غارسيي قبل كاسي شريي لحدن حبو او هامها اوكسجين تا كواسو دمانتو دبو حايسوغو تلبابا إن هامهاري أي وحكتاري دوران تريرانتي هامها أكسجين تاي عزبتال كاي وليبا مشينكا فلتلاتر كاللو يقانو أو مركاسي لغو حلو أقفكا نقصكا مركاسي لغو سيو عمر عبد الله بدا وزيركا هرماني تعافيمات كالصومالي لانا ياسدو كلا تلبابي إن غلب كاني قبل كا تقني راي جارسيين أي كجران لباكن أو شيباد أو نو عسيدة دقدقا وحلوغو بارا إذا وزارة هرمانية عافيمات كاي قبل كتقدر دكتور آدن عصير أيا وحا وقمهد عليي وزير كا وزارة هرمانية عافيمات كالصومالي لأن دذال كا كورقب كاليه وقجر الددكيسا وعنو تلمامي إلى قرب كان إلا سوق عرسيي قبل كو يهي مدى آد لوغو بهنا ودنياها قبل كتقدر رهم مضاني محمد ديري حيد وقدم بين هالكا سيكاه اللي أيا وقمهد عليي وزير كا وزارة هرمانية عافيمات كا أغلب كانوا سوق غارسية قبل كتقدر وعلى وزيركو تلبامي إن قبل كتقدر يهي قبل بلاران أو حدود بدن مركاسي لوداغا سومالي لان قبل لدي دا إيو دالكا أي نشار كنحي أي ودن كإثوبيا قدوميا هي أبدا شغالها دولة دا سومالي لان فرحان آدن هيبي أيا مانتا حريقا كتري عفيس عصب أو مركاسي لغو كايدن دون حكت شغالها دولة دا ولازم دي حريقة لغاقة شريئي او لغو قبطة حرمتا هاي أدى شغالها دولة دا وحاكا قايب غلي قدوميا هاي أدى شغالها دولة دا قدوميا كوحيقينك هاي أدى سي عمنا قد دا هاي أدى شغالها دولة دا اغا سيباياش قود دا هاي أدى شغالها عافيمات كا شغال قلينتا قناح سيقا معدانتا يتمرتا حريركا قولياشا
iyo kusimaha agaasimaha guuda wasaaradda gaashaandhigga mas-uuliyiin ka socday hay-adaha madaxa bannaan ee dalka madax ka socotay mashruuca baanka adduunka agaasimo waaxidyada hay-adda shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha hay-addaasi ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guudda ee hay-adda shaqaalaha dowladda xamse suldaan aadan waxaana uu faahfaahin uu ka bixiyey muhiimadda uu xafiiskan kaydinta xogta shaqaalaha dowladda u leeyahay laamaha kala duwan ee xafiisyada dowladda isagoo oo markaasi sheegay inuu ka caawin doono laamaha dowladda in xogta shaqaalaha loo helo sida ugu fudud marka loo baahdo sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska cabdirashiid ibraahim cabdiraxmaan iyo xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamaal cabdi muuse waxaana ay soo dhoweeyeen xafiiska lagu kaydin doono xogta shaqaalaha dowladda somalilan waxaana ammaan iyo bogaadinba ay u soo jeediyeen mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha dowladda oo ay ku tilmaameen inay hirgeliyeen xafiis muhiimad weyn u leh shaqaalaha dowladda geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda farxaan aadan haybe oo tilmaamay in guul weyn ay u tahay qaranka somalilan kaalinta uu xafiiskan kaydinta xogta shaqaalaha dowladdu uu markaasi ka qaadanayo hirgelinta hannaanka casriga ah iyo habsamee socodka howlaha shaqo ee lagu kaydinayo la socodka xogta shaqaalaha dowladda waxaana uu sheegay in la sameeyey saddex qaybood oo kale ah qaybta faylasha ee xafiiska qaybta serferka iyo qaybta xogta dhammayska tiran oo lagu hayn doono nidaamka kaydka shaqaalahaasi shaqaalaha dowladda waxaana guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda uu sheegay in xafiiskan fursad uu siin doono shaqaalaha gaadhay da'da howlgabka ee markaasi u baahan in la nasiyo iyadoo inta cimrigooda ka hadhayna dowladda somalilan ay diyaarisay mushaharkii ay qaadan lahaayeen iyadoo oo laga bilaabi doono sanadka 2021-ka gabagabadiina guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiintii la socday waxay kormeer ay ku soo mareen qaybaha kala duwan ee xafiiskan cusubi uu ka kooban yahay kooxaha la dagaalanka ayaxa ee wasaaradda beeraha ayaa gaadhay magaalada cerigab oo halkaasi oo ay ka bilaabi doonaan howlgalla ay kula dagaalamayaan ayaxa ku habsaday deegaano hoos yimaada gobolka sanaag sida uu ku soo warramayo wariyaha wakaaladda wararka somalilan ee soona uga soo warrama gobolkaasi sanaag maxamuud maxamed saraaf waxa uu sheegay in isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka sanaag maxamed yuusuf degel uu kooxahaasi warbixin uu ka siiyey xaaladda ayaxa ee gobolka sanaag siiba galbeedka magaalada cerigabo caba jaamac oo ah mas-uulkii hogaaminayay kooxdaasi ka socotay wasaaradda horumarinta beeraha ayaa sheegay in deegaanada dayaxa good iyo weliba doonyaha ay ka bilaabi doonaan howlgalka ayaxaasi ay kula dagaalamayaan waxaana uu intaasi uu ku daray in kooxahaasi ay ku howlgeli doonaan lix gaadhi oo ay u dhan yihiin agabkii lagula dagaalami lahaa ayaxa sumaha ay u adeegsanayaan buufinta ayaxaasina ay yihiin kuwo aan wax dhibaato ah u geysanaynin dadka iyo deegaanka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka somalilan ayaa dad danyara waxay u qaybisay deeq ay soo gaadhsiisay hay-adda markas ibnu salmaan oo ah hay-ad samafal oo hoos tagta xafiiska boqorka dalka sacuudiga dadkani ay hay-addu deeqdan gaadhsiisay ayaa tiro ahaan gaadhayay 400 oo qoys oo ku nool akaamka barakacayaasha ee naase hablood ee magaalada hargeysa waxaana deeqdani ay ka koobnayd huga la huwado iyo weliba kalla markaasi la goglado waxaana hay-addu ay deeqdani ugu talo gashay dadkii uu markaasi khasaaruhu uu ka soo gaadhay dabkii dhowaan qabsaday akaamka barakacayaasha ee naase hablood ee bariga magaalada hargeysa waxaa ugu horreyn halkaasi hadal ka jeediyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka cabdikariin axmed maxamed xilif isagoo ka warramay agabkani iyo weliba qaybaha uu ka kooban yahay isagoo hay-addaasi markas ibnu salmaan uga mahad celiyey deeqdaasi ay soo gaadhsiisay waxaana uu sheegay guddoomiye xinif in kaamkaasi hore ay u gaadhsiiyeen raashin maantana ay gaadhsiiyeen agabkii ay goglan lahaayeen oo uu markaasi qoyskiiba helay 4 furaash iyo 3 awood iyo 2 buste bacdii guriga lagu dhisaayey iyo weliba weelkii guriga oo isku dhammaystiran
وحايقنا هالكا سيكاها اللي مسؤولين كسعودي هيادا مركز ابن سلمان وضيغ داني قارسيسي هيادا قحوتيقا يبركا عياشا قرنكا يقو اكور بحيي ضيغ داني اي سوق قارسيين هيادا يوضا شقينتا الى اللي يهين لبدا هيادود مركز ابن سلمان يهيادا قحوتيقا يبركا عياشا قرنكا shacabka ku dhaqan gobolka awdal uqaasha haweenka dhalinyarada iyo maamulka gobolkaasi ayaa si weyn gobolkaasi maanta ugu soo dhaweeyay barasaabka cusub ee gobolka awdal maxamed axmed caalin timbro oo maanta gobolkaasi gaaray waftigani uu hoggaaminayo barasaabka cusub ee gobolka awdal ayaa qayb ay ka ahaayeen xubno wasiirra oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxana goobtaasi barasaabka lagu soo dhaweeyay ka hadlay xubno ka mid ah maamulka gobolka awdal iyo ka degmada Buuraba way weheliyeen uqaasha gobolka iyadoo lagaga hortagay waftiga degmada Dila markii uu gaaray waftiga barasaabka cusub ee uu hoggaaminayo magaalada Buuraba waxaa munaasabad soo dhaweeyay lagu sameeyay hoteelka Rays ee magaalada Buuraba munaasabadaasi waa ay ka soo qayb galeen haldoorka gobolka awdal dhalinyaro haween uqaal marti sharaf kale oo iyaguna tiro badan xubno ka mid ah uqaasha gobolka awdal oo munaasabadaasi hadalka jeediyay ayaa ku ammaanay barasaabkii hore ee gobolka awdal doorkii uu ka qaatay shaqaaqooyinkii markaasi iyo weliba horumarineed ee gobolkaasi ka socday isagoo oo sidoo oo kalena barasaabka cusub ku soo dhaweeyay gobolkaasi waxaa isna goobtaasi ka hadlay duqa degmada Buuraba Saleeban Xasan Xadi oo soo dhaweeyay guddoomiyaha cusub ee gobolka awdal Axmed Maxamed Axmed Caalin Timbro isaga oo markaasi sabootiyay guddoomiyihii hore ee gobolkaasi waxaanu tilmaamay in waqtigan ay gobolka ka socdaan mashaariic horumarineed oo ballaadhan oo uu ku soo beegmay guddoomiyaha cusub isla markaasina uu qaybtiisa ka qaadan doono goobtaasi waxaa isaguna ka hadlay sidduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ee gobolka awdal Abubakar Xasan Caafi oo ku sifeeyay guddoomiyihii hore ee gobolka awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali mid isku wadi jiray bulshada waxaa isna goobtaasi ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ku soo dhaweeyay gobolkaasi barasaabka cusub ee gobolkaasi uu madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay waxaa isaguna halkaasi dhankiisa ka hadlay guddoomiyaha cusub ee gobolka awdal maxamed axmed caalim timbaro oo sheegay in si hagar la-aan ah ay ugu shaqayn doonaan gobolkaasi lana shaqayn doonaan shacabka gobolka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Naasir Caydiid Maxamed oo isna goobtaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in barasaabka cusub ee gobolka awdal loo soo magacaabay uu yahay oday gobolkii ballaadhnaa ee Sanaag ka soo shaqeeyay haddana garwadeen u noqon doona gobolka awdal guddoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Sool Maxamed Saleeban Gooni ayaa magaalada Laascaanood ka furay xafiiskii ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Sool guddoomiyaha iyo taliyaha oo kulan kula qaatay xafiiskaasi saraakiisha ciidamada booliska kala duwan ayaa kula dardaarmay in la dardargeliyo shaqada ciidamada booliska iyagu oo ku bogaadiyay sida nafhurka ah ee ay markaasi har iyo habeen baheeganka ugu jiraan sugidda nabadgelyada shacabka waxaana sidoo kale ay u mahad celiyeen ganacsatada gobolka Sool oo gacan weyn ka geystay qalabaynta xafiiskaasi sidoo kalena ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka Sool gaar ahaan kuwa degmada Naascaanood ayay ku ammaaneen taliyayaasha iyo barasaabka gobolka Sool sida ay barkastaba cadceedda ay ugu taagan yihiin shaqada qaranka iyago oo si adag ugu shaqaynaya shacabka gobolka dhinaca kalena barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Sool Maxamed Saleeban Gooni ayaa tacsi u diray ehelnadii asxaabtii iyo ciidamada booliiska Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland iyagoo ka tacsiyadeeyey taliya ku-xigeenkii ciidamada booliiska ee gobolka Sool oo shil gaari ku geeriyooday duleedka magaalada Hargeysa
قدوميها عصبة قبل كهود أحمد عيقى محمد يا كلان كلان قاطي حرونتا قبل كسول قدوميها عصبة قبل كهود رداهد أحمد عيقى محمد يا كلان كلان قاطي حرونتا قبل كاسية بقالد بل قبل إسي دوياشا لامها دولد قبل كاسي هود كهول قلا وقهرين إسي دوياشا كهول قلا قبل كهود يا قدوميها واربحين كسيي أولها شاقو قران كايو هيان وحنيك واربحيان وحيابه وقب صومي يا مشاريع ذا وقر شيسان إلى هير جليان يجو قدوميها مركزي وصو بندقي باهيها أساسي كتشرة قبل كاسي هود وعكرو إسنا هل قاسي كهل حقيها قبل كهود محمد فارح سوغال وكعود صدي سدوياشا قبل كاسي هود كهول قلا إلى يسوق ديان مشاريع ذا كلا دوان أي مركزي أي لو داقة يان أي لو دان هيا دها كلا دوان كهول قلا قبل كهود يا مقعيدة هيا دها يودا شقين تلل يهين قبل قبدينا وحال كاسي كهل قدوميها عصبة قبل كهود أحمد عيقى محمد وهو مهد عليا يسد وياشا كل أن كاسي كقيب قري يسقو قم مهد عليا يسد وناكسنا يوسو أجيبين يحكت وناكسنا أي كسيين حالات قبل كهود يسقو سد وكلا قدوميه الشعقي إن كل أن كاسي وشيد دي سوى هايد إسحق ورئيسي مركاسي سن الله لو وضا شقين يوليبا إسكاشي لغوح وشينا يو هولها يواجبات كشقو إقران كايو هيان وعنا وكل الدردار من مسؤولين تهيدها الدولة دا قبل كاسي كهول قلا إن أي حلوين إسكا ساران قد شد واجبات كيو دا شقو وعنا قدوميها عصبة قبل كهود ومهد عليو قد دنبين مدحوينها جمهورية دا وشيغي إن أمك عابي قبل بلشدي سو أيوها لانتهي سيدي أيوها رمري لهايين ديغان كودا الكوار كان يدي كسو غاري وريريو هرغيسا عودك جمهورية دا سومالي لان عندما دا بوليسك إيه دالك جمهورية دا ديمقراط ديغا كونغو أيا سنتا دادك كغا البيسيسا هو ديك سدي ددوينة بو دهراء دي سوغو صوب حي عاسمة دا دالك سيه بغالة دا كنشازا dibad baxyadani ayaa ka dambeeyay kadib markii wasaaradda arimaha gudaha ee dalkaasi ay bandow ku soo rogtay magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi oo la filayay inay ka dhacaan isoo soo baxyo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada bucaaridka ee wadankaasi waxana bandowgani soo rogay wasiirka arimaha gudaha ee dalkaasi Gilbert Kongadao magaalada Mumbabashi oo ah magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn iyo waliba magaalada Kananga ayaa sidoo kale ay ka dhaceen isoo soo baxyo lagaga soo horjeedo bandowga ay wasaaradda arimaha gudaha ee dalkaasi DRC ay ku soo rogtay magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi iyadoo laga cabsii qabo in magaalooyinkaasi uu ku fido xanuunka coronavirus ciidamada wadankaasi ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa رساس نول يبيا أود بدن واديك سداي داد كاسي سي أيو كلاك حيان حوغيها قودة غربادة بدوبي أنتانيو غوتيروس عيا ولا حوغن كموتيي حالة دعوناداد دي كتشرتا دالك ليبيا يسوغو كتل بامي نحيصد دعوناداد دي ليبيا أي خطر أي كوايسو أمنيغا قبل كايو دلالك وداقاه بدر دحي أسر أنتونيو غوتيريس وحاين تاسيو كو دارين دالك ليبيا أي مركاسي كو سوقل غوليان عيدا ما عالو شودو شاقيستيالا يدو أو فرقلين تاشيشي أي دقالادا دالكاسي أي سي حوشي نيسو مستر أنتونيو وحاور بحنتن أو كتشي دي قولها أمان كي غربادو بدوبي إساقو أو كدل بدي إن قولها أمان كو أي طلابة أدق أي كقادا نسيدي ليبيا حسلوني لوغسو دبالي لها جيستا كالانا وزيركا اريبها ديباد دي وادن كروشكا مستر زرغي لافروف ايا كودا واقعي ان جنرال خليفة حفتر ووقت غاني ديارو يهي انو وادا هادل سياسة دادو لياشو مدح دا حكومات دا دالك ليبيا اي قربادة بدوبي اي اقوان سنتهي مدح هيدا دالحيسكا اي وادن كروشكا اندري اغناتييف ايا كودا واقعي ان وادن كيسا دو لما دي ديباد دي وغاي ايبان شري او ديبو وفري دو نهران تبش اوغستا مسترين اتيا فايا ورباهين تا وادن كاسي ايساقو او لهال لي وحا وشيغي ان اي مركاسي فور ايا دو لما دي وادن كا قدهيسا او وقتigan ان لواد فورين وحانا دو لما دي داني اي بلاب ندونان بشن دمات كيدا وعاوسيد وكالي بسول كان يعديي إن المركاسي لفلايو
إن إيجانا مركاسي لفروح حدودها ودن كروش كولا لي هي ودمضا أي جار كيهين يدعو قوبها حدودها ودن كاسي لغسو غلالا ديق دونا يوري كوحا عافما دو دادك سوغل يا باريتان كسامين دونا دولادا ودا كروشكا يا تضبيا لباتنكي بشي مارج إنو كسو قدبني چوجي سيد دو لبادية دي ديباد دو غاي من چري دل كيدا يدعو سيدو كلا نحدي حدودها ودن كاسي ولا وداغا ودمضا أي جار كيهين وعاكلياتي ودن كاسي كبحيينا أما بسوغلينا يا حيين أوكليا غرب يدا عافي مادي قرمت كا دك دكاه لوغو تلقلي دول لما ديادا عريمها بني آدم لمدا دياردها مران دياردها شدال كاكا قادن يا قرومضا دل كاسي إيا وليبا دادكا تراسد كاكوسي نقونا يا أو آن دياردها كسو دقينين ugu dambeynna gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa lagu soo warabaya in markaasii lagu soo rogay xayiraada kadib markii lagu arkay kiisas cusub oo xanuunka coronavirus waxaa lagu wargeliyay dadka gobolkani ku nool in ay yareeyaan dhaqdhaqaaqa gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa ay ku nool yihiin dad gaaraya 5 milyan oo qof kuwaas oo badankoodu kuwaas oo u badan magaalada Melbourne لنا عكلنا كوحاها بني آدم نبادا كشقيا يوليبها أدى أغسفوم يا شيكتي إن بقول يالبي يالبا 10 مليون أوقف أي أغاچا أدمان كران عالمك ديان وحلقا قبان حنوكا كورونا فيروس يوغو أوكدقاي حالا ضها أدق وقتقان عالمك أوجاهيو وعاهاية دانياي شيكتي إن أي دقي كرتو إن مالي والبا أي دمتان دات تردو دو غاريسو لبيا طبان كون وقف وحانا أي كو سببيين غاچو كا إيمان كرتا حكاچو إيمان كا إيمان كرتا حالا دها بلشو إيا كوا دقالي إي حنو كري أوكيني سيدو كالانا تردو قود داتك حنو كري لغا دا وين يو عالم كو دان أي غاريا لبيا طبان مليان وقف داد يوغو كبادان وحانا سيدو كالا تردو دمشادو أي غاريسا شان بقول يا سيدات يا فرتن كون سيدات بقول يا لحية سقاشن غفا عالك حنون كان يأي كبوك سيدين داد غاري يا لح لبع شان مليان او غفا سيدا اي شاكتاي سيدا اي شاكتاي نادي راه دي خبارادا شام عدا جونيس هوبكن واركي واتكرد غيسان ايسان راديو هرغيسا عدك جمهوريات دا سومالي لان أخيار تقييمها قدرين تا إيا حشمت دبا نغا مدن سيدا توسكا هودا نوغا دغي سن إيساي وا نغا انتاسي دغي ستيال واركان واركا حيغا وحاينو ماركا لكو كل بيد دونا حدي ألها أود لي وراليكا نقضو أفريكا دو بريسا عدو بركا أي سو قادو طوانكا أو لبا تن دقيق قدمن حدي ألها أود لي وراليكا نقضو